الزيارة الإقليم ديال برشيد كانت المناسبة الوقوف على عدة مشاريع وأوراش في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة ديال التنمية الفلاحية للجيل الأخضر اللي اعتسينا الله ينصره الانطلاقة ديالها في 2020. فهاد الضيعة اللي احنا كانت وجدوا فيها اللي كتهم يعني إنتاج البذور المختارة ديال الأصناف المختارة جد مهمة، فهو مشروع ديال تجميع ديال عدة فلاحة صغار، والإنتاج ديال البذور هو واحد القاطرة جد مهمة لسلسلة ديال الحبوب. فأولا كاين تجميع ديال الصغار، وثانيا كاين تحضير ديال الحبوب المختارة الموسم المقبل إن شاء الله، واللي كتدعمه طبعا الدولة، لأنه الحبوب البذور المختارة كنعرفوا بأنها كتزيد أكثر من 50% في الارتفاع ديال الإنتاج. كانت كذلك مناسبة الوقوف على تنزيل الورش الملكي اللي عطى سيدنا الله ينصره الانطلاقة ديالو هذه واحد زوج ديال السنوات لتعميم التغطية الصحية على العالم القروي وعلى الفلاحة وفي الإقليم ديال البرشيد. هي هذا المشروع جد متقدم، وإن شاء الله الفلاحة والكسابة غادي يستفدوا بهذا التغطية الصحية، وغادي تكون واحد يعني الخدمات ديال القرب في هذا المجال ديال الصحة، وكذلك إدماج الشباب في يعني بالنسبة للعمل على عبر سلاسل ديال الإنتاج في القطاع الفلاحي وكذلك الخدمات. فهنا البرنامج ديال الجيل الأخضر يعني هو كيتنزل بواحد الطريقة اللي هي سليمة، واللي غادي يكون فيه شراكات مع جميع الفاعلين على الصعيد المحلي، وكنشكر جميع الشركاء وعلى رأسهم السيد العامل ديال الإقليم. المنتوج ديالنا كيوصل حتى ل 120 ألف قنطار ديال البذور المعتمدة، وشاف السيد الوزير شاف العمل اللي كنقوموا به، وزار كل شيء الالات اللي خدامين بهم، ومشى فرحان ودعمنا فهاد دعمنا وعطانا شحنه جديده باش نزيدوا لقدام، وحنا باغيين ان نديروا شراكه مع مؤسسات العموميه بحال سوناكوز بحال البحث الزراعي بحال لونسا والفاعلين في القطاع الفلاحي، باش يكون واحد التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام، باش نزيدوا بالفلاحه ديالنا نزيدوا بها القدام وتكون من حسن الى احسن.